ايه عاوزاه انت كمان؟ ما ينفعش افضل قاعده كده وقبل حياتي مش موجود، ناس تقول عليا ايه؟ طب ما تعمل اللي انت عاوزاه، انا مش ناقص وجع دماغ. انا اخش اغير والم الهدمتين بتوعي وادور لي على اي حته تداويني، وانا ونصيبي بقى. مش عايز اعمل لك حاجه قبل ما امشي؟ لا مش عارف. على العموم انا مجهزه لك كل حاجه على التسخين عشان يعني كده ما تلص وانت لوحدك، ولو جعت سخن لروحك وانا مفصصاك. خير يا استاذ علي؟ في ايه؟ انا بغير هدومي، ما يصحش كده. تقدري تلبسي هدومك دلوقتي، الوقت متأخر، ممكن تبقي تمشي الصبح. أيوة بس يعني ما بسش ولا حاجة، ممكن تبعيتي هنا في الأوضة وتقفلي على نفسك بالمفتاح. الصباح رباح وله عينين، تقدري تبقي تمشي الصبح. اقعدي يا حبيبتي، تهدي تهدي وبطلي شويتين بتوعك دول. ها اخته جايه من امبارح غضبانه هنا. غضبانه؟ غضبانه ليه؟ وحياتك يا اختي ما اعرف، واخواتك كمان بيتين هنا من امبارح. هما برضك غضبانين؟ غضبانين ايه؟ مش جالهم امر اخلى، جم يباتوا عندي لغايه ما اشوفوا لهم صرفه. طب بقول لك ايه يا زقزوقه، هو يعني الحاج لما جه امبارح ما اتكلمش معاكي كده عني؟ قالك حاجه بتاع؟ ما قاليش، عشان انا اصلا ما شفتوش. انتي البعيده حماره، ما تحكيلي جرالك ايه في ليلتك السودا دي. هحكيلك ياما. انتي متاكده ان هو مش هنا؟ طب ورحمه امي لا اتصل بيه بالتليفون، اخليه يجي يرقعك علقه موت. بقى يابا لحد هنا وخلص الكلام. اهلها؟ وهي من امتى تخليها اهل اصلا؟ براحة يا بنتي، وطي صوتك. اوطي صوتي؟ ده انا هعليه وهعليه لحد ما يوصل لاخر الدنيا. عايزاها تسمع عمتي، اسمعي يا عمتي، خليها تسمع اللي جايين وعمالين يعملوا فيها اهل وخلان وعيله. فيها شميحه، انت ماسوره وضربت. اذا كنت انا ماسوره وضربت يابا فهم بلعوا واتفتحت بوسختها، كانوا في جره وطلعوا لبره اسم الله عليهم. جره ايه وقولك ايه؟ دري ايه يا ابله سميحه؟ مالك يا اختي عماله تغلطي كده وتتكلمي كلام فاضي ملوش لازمه؟ وبعدين انا ماليش دعوه باللي هم عايزينه ولا ليا ذنب في الطلبات اللي هم طالبينها. لو صحيح مالكيش ذنب كنت قلت لهم يتحدوا، قلت لهم انهم غلطانين، مش كده يستفردوا بالراجل لوحده وهو لسه ورور. لم نفسك يا بنت، ايه استفردوا دي؟ معلش يابا حقك عليا، يستكردوه. الله، برضه؟ لو انت القباحه دي جبتيها منين؟ خلاص يا سميحه يا اختي،
حقك عليا، ولو مش عايزاهم يجوا هنا تاني خلاص هقول لهم ما يجوش، بس برضو ما يصحش تعلي صوتك كده والجيران تسمعنا ولا ايه؟ ما يصحش اعلي صوتي والجيران تسمعنا، ويصح برضو اللي هم قالوه. عايزين يورثوا الراجل بالحياه الفجره، اخس عليك اخس، انا اللي غلطان، تعبه نفسي وعمال الف في الشوارع عمال اجيب لك شيء وشويات، واقول في الاخر كله عشان ابويا، والعيل اللي في بطنك اللي في الاخر هيبقى اسمه اخويا، بس الظاهر اني غلطت. انا اللي غلطت اني اتكلمت معاكي وفضفضت معاكي بكلمتين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا حاج، اسم الله. انت زعلان عشان بتقولي ترى حاج فارس انك ما بتقوليش وهما موجودين كنت طرقعت لهم، بس تصدق انا غلطان، غلطان انا يابا، حقك عليا يا ابو سميحه. اذا كنت هتدخلك في حاجه بعد كده ابقى دف في وشي، اقول لك على حاجه انت مش هتشوف سحنتي هنا تاني، ماشي؟ متشكرين. استني بس يا سميحه، رايحه فين؟ الحقني يا شاهين، تعبانه قوي. في ايه مالك؟ مش عارفه، رجلي كده مش شايلاني ودايخه. بسم الله يا اختي، ما تصدقهاش يا ابو سميحه، ده كل نسوان. اسالني انا كتكليله. الحقني يا شاهين، تعبانه قوي. جرايه يا بنت اختي، بقى انا اللي طول عمري بقول عليك يا بنت عاقله وبتفهمي وبتعرفي توزيني الامور، هتيجي في الاخر وتخيبي. يا خالي ده بقولك اول ما عرف ان انا حامل طفش وساب لي البيت، طب ده انا اعمل له ايه؟ طب ما تسيبيه هيلف يلف ويرجع لك، هيروح فين يعني؟ وبعدين سيبيها بنت تفك عن نفسه شويه. ده انا من ساعه ما عرفت اللي عمله وانا ولا بيهدى لي بال ولا يغمض لي جفن، بصراحه انا خايفه على البنت لا يحصل لها حاجه ولا يسلط عليها الثلاثي المرح اللي عنده يعملوا فيها مصيبه. يا وليه اتقي الله، اتقي الله، ما تبخيش سمك في ودن البنت. يا اخوانا الراجل ده تلاقيه بس ما كانش مستعد نفسيا لموضوع الخلف شويه وحيرضى باللي قسمهوله ربنا، ولا ايه يا بنت اختي؟ ساعتها بقى هتشوف الخير اللي هيعم عليكي وعلينا كلنا ان شاء الله. انا دلوقتي بس عرفت ايه سر جوازاته كتير. عرفت ايه يا بنتي؟ ما تفطميني. افطمك؟ شوفي يما، من الاخر كده الحاج فواز مخلي المركز الرابع ده زي ما تقولي كده احتياطي، يعني من الاخر كل ما تعجبه واحده ولا تدخل دماغه يكتب عليها ويتجوزها، ياخد خيرها وبعد كده يرميها لكلاب السكك تاكلها، بس اهم حاجه انها ما تكونش خلفنا. عشان كده بقى يا اختي ستاته كانوا كل يوم بيشربوني عصير. عصير؟ عصير ايه يا بنت اللي يكون حاطط لك فيه حاجه؟ ايه بلاش الكلام الفارغ والهرفات الكدابه دي، كلام النسوان ده هيخرب على بنتي. بقول لك يا بنت اختي، صلي على النبي كده يا حبيبتي، الراجل ده جوزك ونصيبك، واللي في بطنك ده يبقى ابني. يعني اذا كان هو بيفكر مثلا او ناوي على حاجه، ناوي يتخلص من واحده عشان يفضي الاوضه الرابعه زي ما انت بتقولي، يبقى اكيد اللي هيضحي بيها دي مش هتبقى انت. تقصد ايه يعني يا خالي؟ اقصد ان هما بقالهم سنين وانت ما بقالكيش كام شهر، هم عيالهم كبروا وانت ابنك لسه في بطنك، هم القدام وانت الجديده، هم النكد والعكنانه وانت الدلع والنعناشه. يا بنت يا بنت خليكي اسم على مسمى، اسمك دلال وسوق الدلال. اسمعي كلام خالك تكسب. يا حاج منعم، انا ما قلتلهاش تمشي عشان ارجعها، حياتها هي اللي بتتلكك على المشاكل وعاوزه تمشي. اقعد يا علي، اقعد، خلينا نكمل كلامنا. موزة يا حاج، حياتي ليها حاجات كده يعني بتخلي الواحد يخرج عن شعوره. بس برضه يا علي يا ابني ما يصحش تسيبها تنزل في نص الليل جره عيله في ايدها والتاني على كتفها، هي دي الأمانة اللي وصيتك عليها يا علي؟ ما بتردش ليه؟ مش عاجبك كلامي ولا مش لاقي رد؟ يا حاج منعم، أنا صحيت من النوم ما لقيتهاش في البيت، لا قالت لي رايحة فين ولا جاية إمتى ولا أي حاجة، أنت يرضيك كده؟ طبعًا ما يرضينيش. طب بس أنا عاوز أسألك سؤال يا علي، أنتوا اتخانقتوا مع بعض كام مرة في حياتكم؟ قول ما اتخانقناش كام مرة في حياتنا، إحنا مضينا خناقة يا حاج.
يعني اتخانقتوا كتير؟ عمرها عملت حركة زي دي في خناقة من دول؟ هو ده اللي هيجنني. أنا بدل ما تتجنن يا أخي روح اسمعها وشوف ليه ده حصل. الله، وصدقني يا ابني أنت متكلم معاها ده في حد ذاته هيحل مشاكل كتير بينكم. والله يا ما تكلمنا أحد ولا حياة لمن تنادي. صدقني يا علي يا ابني لازم تعرف مراتك ليه عملت حاجة هي مش متعودة عليها، لأن ده في حد ذاته مؤشر مش كويس، ما ينفعش تتجاهله أو تعمل زي العيال الصغيرين تتقمص وتعانت. والله يا حاج أنا عملت كتير قوي، أنا وصلت لحالة خلاص اتخنقت. لا لا يا علي ما تقولش الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى خلق في الراجل قوة التحمل مش علشان الشغل وتعب اليوم والكلام ده، لا لا لا، ده ربنا أنعم عليه بكده علشان يقدر على عيشته مع مراته. طب وحكاية الشغل اللي مش عايزة تشيله من دماغها ده؟ خلاص يا سيدي أنا اتفقت معاها هتنزل معايا المحل. هي كانت معانا في الأول بس في الآخر فهمت إن ده الحل الوحيد اللي ما يزعلكش. من نفسها كده يا حاج من غير أنا ما أعرف؟ في إيه يا علي يا ابني؟ أنت هتخاف عليها وهي معايا؟ يا حاج دي مراتي، دي مراتي واللي عملته ده خروج عن طوعي. بصراحة بقى يا حاج هي كده جابت آخرها معايا. عاوز تقول إيه يا علي؟ عاوز أقول إن كل واحد بقى ينام على جنب اللي يريحه.